اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بتناسب كل الاعمار، الصغير قبل الكبير. مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب، هنعمل النهارده البيتزا الببروني. وانا لما قلت الببروني عشان الخص موضوع البيتزا اللي الاولاد بيحبوا ياكلوها بره لما بنخرج، عايزك تعملها في البيت، تضمني الصلصه دي مصنوعه من ايه ومعموله من ايه، جوده الطماطم، الصلصه بتاعتها، التوبنج عموما، يعني اذا كانت طماطم او الحشوه زي الببروني، لحمه مفرومه، سجق، تونه، فراخ، زي ما احنا حابين. ولكن بيهمني النهارده نشرح طريقه عمل عجينه البيتزا واسرارها، وخاصه مع الشيف المغازي السهل البسيط اللي يقدر نعمل عجينه البيتزا بطريقه سهله ونضمن ان هي طريه وما تقرمش معانا وما تجلدش معانا. معانا كمان النهارده شرايح التوست اللطيفه، هنعملها النهارده بالشوكولاته. التوست ده يعني حاجه سهله ونقدر نقول اللي هو الحاجه اللي ممكن الاولاد يتعلموها في المطبخ، ازاي نطلع منه حاجات كتير قوي. ممكن نعمل منه البيتزا، ممكن نعمل منه فطاير بالشوكولاته، ممكن نعمل منه عيش الصرايه، حلويات اللي احنا عارفينه ده كله من التوست بتاعنا بطريقه سليمه، ولكن لازم يكون طازه. السلطه بتاعتنا النهارده سلطه كل الاطفال بيحبوها وانا شخصيا بحبها، بس لازم تتعمل بالتكنيك الصح اللي هي سلطه الكولسلو بطريقه مختلفه. البعض بيعملها في المطاعم بيحط عليها حليب، بيحط عليها زبادي، مايونيز، انا هعملها النهارده بطريقتي الممتازه البسيطه اللي هي ازاي نحط لها الزبادي او المايونيز مع الزبيب ومع الجزر المبشور والمعلقات السكر الحلوه عشان يبقى فيه مزيج وفيه ميكس بين الكرنب والطعم بتاعه مع السكريات اللي موجوده في الجزر. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتيره النهارده وعجينه بيتزا كتير بيسالوا على السوشيال ميديا لغايه دلوقتي، عجينه البيتزا بتنشف منين يا شيف؟ عجينه البيتزا يا شيف ما بتبقاش زي بتاعت بره، فخلونا نشوف نعملها مع بعض ازاي. هنروح فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل عجينه البيتزا. بنسال كتير وما عندناش مشكله ان احنا لما نسال نسمع الاجابه بكل انتباه. مقادير عجينه البيتزا على الشاشه، وصدقيني لو هعملها بكره هعملها برده بطريقه مختلفه، بعد بكره هعملها بطريقه وهكذا، وكل شيف وكل ست بيت لها طريقه مختلفه في عجينه البيتزا. ولكن خلينا نتكلم عن اساسياتها، دقيق وخميره ومعلقه سكر وشويه ملح. الماده الدهنيه بتاعه البيتزا اختياري، ممكن تكون زيت زيتون، زيت عادي، ممكن تكون سمنه، ممكن تكون زبده، حسب الرغبه. المقادير بتاعه السائل سواء حليب او ميه او زبادي، ده لنا الحريه في ان احنا نغيرها، بس في حاجات اللي احنا ما ينفعش ان احنا نغيرها. ولكن خلونا ايه المشاكل اللي ممكن نشوفها واحنا بنعمل عجينه البيتزا ونمشي في نفس الطريقه اللي بيعملها الشيف. اول حاجه الخميره، انت بتشتريها من السوبر ماركت وكلنا بنعمل كده، وتركناها في الدولاب بتاع المطبخ في الثلاجه، بيجي لها رطوبه وبتبقى تخش المطبخ بقى ومبسوطه انك هتعملي عجينه البيتزا، تتفاجئي انك شغاله صح وفي الاخر العجينه ما تطلعش زي ما انت عايزه. ليه؟ المشكله في الخميره. لازم الخميره لما تكون عندك في المطبخ تكون بالشكل ده كده. اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، ما يكونش فيها كلاكيع، تنزل زي الرذاذ كده وزي ما هي كده اهي ماسكه نفسها، دي رقم واحد. دي خميره اهيت لازم تكون عندك، سواء بتشتريها سواء ان هي موجوده عندك في الباكو اللي بتشتريه بيها او ان انت حطاها برطمان، لازم كده. شفت فيها كلاكيع ما تستخدمهاش، شفت لونها متغير ما تستخدمهاش. انا حابب اطلع بقى كده عشان حضراتكم تشوفوها. حلو قوي. ايه اللي يشغل الخميره وايه اللي يساعد على ان الخميره دي تطلع العضلات بتاعتها وتقدر ان هي ترفع العجينه وتخليها هشه؟ السكر مش الملح. اوعى تغلطي وتحطي ملح. هنحط معلقه ملح اهو على الخميره، اللي هي الخميره اللي هي ايه، حبيبات الخميره. في خميره طازه انا ما بحبهاش ديت في عجينه البيتزا، خليك تستخدم الخميره دي كده اهو. حلو قوي. هنحط الميه. علامه من العلامات اللي تقول ان الخميره دي شغاله والخميره دي تاريخ صلاحيتها ساري، لان طبعا انت بتحطيها وما بتشوفيش التاريخ، متعوده تفتح الظرف بتاع الخميره وتفضيه، الحاجات دي كلها احنا عارفينها. علامة الرؤية بالعين ايه هي؟ نحط المية على الخميرة مع السكر اهو. شفت؟ هجاوب على حضرتك على السؤال ده، لحظة واحدة بس. الخميرة اهي. شوفوا كده يا شباب. بس عايزين نشوف اللقطة دي كده أو الزوم. في رغوة على وش العجينة. معناته الخميرة دي فلة. فلة شمعة منورة زي ما بيقولوا. ليه؟
الرغوة طلعت على الخميرة، الخميرة شغالة زي الفل. أقلبها، بمجرد ما أقلبها بالشكل ده كده ألاقي لونها أبيض وعملت لي رغوة على الوش، أعرف إن الخميرة بسلام وأمان. أهو المادة الرافعة فيها والعضلات فيها زي الفل بعافية. أهي الخميرة دي زي الفل ودابت بسرعة، ما كلكعتش معايا. أنا بس بوضح أمور صغيرة لأن كتير بيسألوا على عجينة البيتزا على السوشيال ميديا، وبيسألوني برضو بسؤال خاص، والله العظيم لو حد بيشوفني يا شيف مغازي يقول لي الله الله يبارك لك، عجينة البيتزا بتنشف مني ما بتبقاش طرية، لأن إحنا متعودين ناكلها بره فبتبقى زي بتاعت بره، فعشان كده بنسأل فيها كتير. أدي الخميرة دابتة. السكر بيساعد على تشغيلها. الملح بيكتمها فما نحطش ملح. الملح يتحط فين؟ على العجين، على الدقيق مباشرة ونقلبه. ادي شويه الملح الصغيرين دول كده على الدقيق، دول لوحديهم بينزل ونقلبهم على الدقيق. انا عارف ان انتوا شطار فخلونا بنشرح ازاي وبنجاوب على اسئله كتير. يبقى انا ما حطيتش ملح على الخميره، حطيت الملح على الدقيق واقلبه كده. ايه قصه البيكنج باودر اللي بنحطه على عجينه البيتزا؟ ده اختياري، هو بيخلي لك العجينه هشه بس بياخدنا لمدرسه تانية، لمدرسه الفوكاشيا ومدرسه بقى العجينه السينابون واللي احنا عارفينها بتبقى هشه والحاجات دي كلها، ولكن ما يفضلش ان احنا نحط بيكنج باودر، وده اختياري برضه. الطلاينه الميتزا عندهم دقيق وزيت زيتون وخميره وسكر بس. ونبدا ان احنا نعجن العجينه. طبعا احنا اختصرنا الوقت ده بالشكل، بنحط ده كده هنا ونستخدم الماده السائله. الماده السائله عندنا اختياري، يا اما زبادي يا اما حليب يا اما ميه، زي ما انت حابه. العجينه جاهزه عندنا زي الفل وفي مرحله التخمير الاولى بالشكل ده كده. من العلامات كمان اللي تقول ان العجينه واخده الخميره بتاعتها مظبوط لما تغطيها بستريتش زي ده كده، تلاقي الاستريتش بتاعك ايه كده اتنفخ وبقى عامل بالشكل ده كده. ده معناته العجينه زي الفل في طريقها للتخمير. نفتح كده ونصلي على الحبيب. الله، هي دي العجينه معايا اهي زي الفل. تعجنيها بتحطها في مكان دافي تبقى معانا بالشكل ده كده. شفنا ازاي مراحل عمل العجينه، هنشيل اللي احنا عملناه ده كده ونشوف كمان علامه من العلامات اللي تقول ان العجينه بتاعتي زي الفل. ايه يا عم الشيف؟ واحده واحده مع بعض. اهي طلع العجينه بالشكل ده كده وبالراحه وانت بتطلعيها اهو، ونقطعها بالسكينه. اللهم صل على النبي. وانت بتقطعها بالسكينه هوريكي حاجة حلوة دلوقتي. مرحلة التخمير الأولى 30 دقيقة أقل حاجة عشان العجينة تبقى معاك زي الفل. نبص عليها كده أساتذة المصورين حبايبي. شفت المسام دي؟ مسام صغيرة كده. زي الفل. دي معناته إن العجينة بتاعتي مرت بمرحلة تخمير صحيحة، وإن أنا كده اديت لها كل السوائل بتاعتها زي ما إحنا شايفين مع بعض على الشاشة. أدي العجينة معايا زي الفل. حلو. كده عدينا مرحلة كبيرة علشان نكسب وقت البرنامج بتاعنا ونشوف حاجة مفيدة. نشيل ده كده من هنا ونبدأ ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا الفردة الأولى اللي هي لازم تتخمر في الصينية اللي انا هعجن فيها او اللي انا هخبز فيها. نخلي التوست ده كده على جنب ووسع طبعا علشان هنفرد عجينة حلوة مع بعض. طبعا تليفوناتنا على الشاشة، اللي عنده سؤال تاني في تنفيذ وطريقه عمل عجينه البيتزا انا جاهز، حط ايدي على السؤال اجاوب على طول. لما نيجي نفرد العجينه بتاعتنا بنفردها بشويه دقيق، ده الطبيعي. معانا شويه دقيق ومعانا النشابه بتاعتنا زي الفل، والنشابه بتاعتك ما يكونش عليها ميه، تكون ناشفه عشان العجينه ما تمسكش فيها بالشكل ده كده اهو. لما تيجي تعملي البيتزا بتشوفي الصينيه اللي هتفردي فيها العجينه. الحاجات اللي بقولها دي صغيره بس والله العظيم صدقوني انتوا بتسالوها لغايه دلوقتي. يتوقف عليكي مقدار العجينه او حجم العجينه حسب حجم الصينيه، عشان كده المحلات اللي بره وزن العجينه بالجرام لان عندها الصواني كلها ستاندر واحد، في ميديم في سمول في لارج. عشان كده بقول لك عايزه البيتزا ايه، سمول ولا ميديم ولا لارج، لانه كل عجينه وكل حجم له ميزان. ادي العجينه بتاعتنا زي الفل. انا هفرد واحده كده كبيره بالشكل ده كده، نحطهم الاثنين على بعض لان انا معايا الصينيه بتاعتي كبيره شويه اهي، عائليه البيتزا العائليه، هفردها احطها هنا هخبزها هنا في الصينيه ديت. حلو، وتعالوا نفرد العجينه مع بعض. وخلي بالك علامه مهمه جدا، العجينه اتخمرت المرحله الاولى ما تعجنهاش تاني، النشابه تفردها على طول. عجنتيها وعملتي بيها بايدك مش هتفرد معاكي، اللي بيخلي العجينه تتفرد معاكي وبسهوله تنفخي فيها كده تتفرد
ان تفرديها وهي متخمرة، مش تمسكيها تاني وتعجنيها وتفرديها. خلي بالك ده مهم جدا. شفت العجينة بتتفرد بسهولة خالص. عندي العجينة اهيت، دي المرحلة الأولى، عدينا اللي هي مرحلة التخمير الأولى اهي. وعايزة تعملي بيتزا تاني وتفردي العجينة، لازم دي تستني عليها 10 دقايق على الأقل عشان تفرديها. اللي بيفرد العجينة بعد ما يلمها مباشرة هنتعب ايدينا على الفاضي، وكل ما تفرديها هتلم تاني منك. التفاصيل الصغيرة اللي بقولها دي على فكرة أنا بخش في أعماق الأكلة من جوه عشان نريح نفسنا ونجاوب على الأسئلة. المرحلة التانية من التخمير هخليها كده على جنب لمدة 15 دقيقة، أكون جهزت التوبنج بتاعي زي ما أنا عايزة بقى. هنخليها على جنب كده ونروح بعدين على النار. حلو قوي. معانا صوص الطماطم بتاعنا الجميل الحلو. بيتعمل ازاي؟ هو ده الكلام. طماطم وبصل وتوم كلهم على النار مع شويه ريحان حلوين يتشوحوا على النار. بنحط معلقه معجون طماطم وكل دول على النار نسيبهم لما يستووا. لا عايز طريقه سهله للقرع العسل بما انك انت بتسال عنه يعني، ومن نعم ربنا على المصريين بجد القرع العسل هنا زيه زي البطاطس. سعره رخيص جدا وفي متناول الجميع. بتجيب القرعايه بتقطعها 4/4 بس. أيوة بعد حاجة. ما بتمسحها طبعا من الخارج كده بمنديل مبلول ميه عشان الاتربه. بعد ما بتقطعها 4/4 بتحط مثلا على قد حسب عدد افراد الاسره في الصينيه كده اللي كانت زي اللي كانت معايا وتحطها في الفرن زي ما هي تتشوي زي البطاطا الحلوه، وتاكلها بالمعلقه كده زي الايس كريم. هتدعي لي عندك ايس كريم فانيليا حط الايس كريم جنبيها ومعلقه ايس كريم مع معلقه قرع عسل مستوي، بجد هتدعي لي. دي الطريقه السهله البسيطه لانك ناكل بقى القرع العسلي. اما نعمله بقى بالوايت صوص، نعمله بالبشاميل، نعمله شوربه، نعمله ايس كريم، ده موضوع تاني نخش في تفاصيله بعدين. صوص الطماطم على النار عشان نتلاشى الحموضه. جوزك ياكل من البيتزا وما يعانيش من مشاكل الحرقان على صدره ويقول لك بعد ما اكلت بالبيتزا حسيت ان في كتمه وفي حرقان على صدري، لان الطماطم فيها حموضه. فتخلص من الحموضه ازاي؟ بعلقه سكر، ده الطبيعي. ادي معلقه السكر انا حبيت احطها مع حضراتكم. تقريبا قد ايه يا شيف؟ يعني لكل كوبايتين من صوص الطماطم اللي معايا ده كده معلقه سكر. بالشكل ده كده. زي كده. على الفل. الملوخيه عندنا صيف شتاء موجوده، بستخزنها مش هتاكلها زي ما تكون طازه، لان احنا المصريين وعندنا بجد الملوخيه في اي سوبر ماركت في مصانع في جوده كويسه بتلاقيها مجمده وحلوه. بس لما تشتريها من السوبر ماركت المجمده اشتريها قطعه واحده، تشتريهاش متكسره. لو هي متكسره اعرف ان الفريزر ده الكهرباء بتاعته اتفصلت وفكت ورجعت اتجمدت، مش هتطلع معاك زي، مش هتبقى لها الشكل المخاطي، هتقطع منك. فلازم تكون قطعه واحده في قلب الكيس. اما عمليه التفريز دي بتختلف بقى، بعض بيفرمها بيحط عليها شويه سكر ويخزنها، بعض بيفرمها ويشيلها زي ما هي، ولكن ما انصحش بتخزين الملوخيه. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لاسرار عمل البيتزا، سواء من المطبخ الطلياني، المطبخ المصري، حسب ما انتوا حابين، بس اللي بيعملها بخفه دم مصريه. تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زلنا في الجزء الثاني من طريقه عمل البيتزا. شيف مغاز الله يرضى عليك، الموضوع طول مع البيتزا. احنا بنجاوب على اسئله اصلا. خلي بالك انت ممكن قاعده بتشوفيني دلوقتي وانت اشطر مني في عمل البيتزا وانا واثق من ده، ولكن احنا لازم نلبي طلبات كل الساده المشاهدين. الكتير بيسالوا دلوقتي الحشوه بتاعه البيتزا ما بتظبطش معايا وبلاقي البيتزا مصيصه، يعني اجي اقطع البيتزا لاولادي مثلثات الاقي صوص البيتزا نازل من الاطراف والاقيها مصيصه. لما بناكلها بره مش بيبان الكلام ده كله. فاحنا في اكله احنا دايما بناكلها بره، فعشان كده الاسئله كتير عليها. سندوتش الشاورما والبيتزا بيتعملوا ازاي؟ والحاجات المقرمشه سواء فراخ او لحمه، دول اكتر حاجه ممكن تتسال. صوص البيتزا وانت بتعمليه هقول لك على تركايه كده لازم تحطها في الاعتبار. ايه هي؟ عملتيه وضربتيه في الخلاط سواء طماطم او معجون طماطم ومعلقه السكر، معلقه دقيق صغيره، معلقه دقيق صغيره بتحطها مع صوص الطماطم بتديله شخصيه كده، ان احنا بنضمن ان صوص الطماطم ما يصيصش معانا ويبقى له شخصيته في قلب البيتزا. بالشكل ده كده. معلقه دقيق، بلاش الدقيق، ممكن تحط شويه عين جمل تضربهم في الخلاط، شويه لوز، شويه فول سوداني. انت كده هنا بتبني الهرم الغذائي بالمكسرات اللي موجوده، اللي هي البروتين اللي هو الامن اللي مفيش مشكله منه، زي اللوز، زي الصنوبر، زي عين الجمل، فول سوداني حسب الرغبه. الدنيا كلها عارفه انا بحب بتوع اسوان والاقصر. تعالوا مع بعض. انا عملت ايه يا شيف؟ جبت العجينه بعد ما مرت مرحله التخمير الثانيه، جبتها كده والاطراف سبتها طلعت معايا بالشكل ده كده، وبصابع ايدي بعملها كده.
ايه الهدف من هنا؟ التوبنج اللي انا هحطه دلوقتي بينزل في المسام الصغيره مكان اصابع ايدي كده اهو، باخد ده كده اهو. اذا معلقه الدقيق هي اللي بتخلي لي للصلصه بتاعتي قوام اهو بالشكل ده كده اهو. احنا النهارده بندرس عمليه البيتزا، لو انا هعملها في المطبخ هعملها في منت، بس انا ماشي خطوه خطوه. يا عم مدحت ازيك؟ حاتم مع حضرتك يا عم حاتم. انا اسف يا عم حاتم، ربنا يخليك يا رب. انا بنحب حضرتك وبنحب نسمع حضرتك دايما والله. واحنا بنحبك والله يا عم حاتم، ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. أمرني. حضرتك كنا عايزين نعرف بس اكله الكوارع لما تعمل في الفرن كده نعملها ازاي؟ طاجن كوارع يعني يا عم حاتم ولا ايه؟ الكوارع احنا ناس من بحيره ونحب الكوارع ونحب اكله الكوارع. حبيبي يا عم حاتم، واحنا بحب بتوع اهل البحيره كلهم ناس طيبين. اشكرك. انا بقعد روزماري كده فزلكه بقى، مش بسموها، بفرد الصوص بتاع البيتزا. طب يعني ممكن لازم بروزماري؟ انا يعني قاعد باب السله لقيته في طريقي اهو، ياخد طعم كده حلو. ده الروزماري بتاعنا حلو، لقيته في طريقي وانا ماشي. يعني الحشوه هنا اختياري، معانا سلامي اللي هو الببروني، معانا فلفل الوان، معانا بصل، معانا جبنه موزاريلا، معانا زيتون، كل الحشوه دي مع بعض اختياري. ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها باللحمه المفرومه، يفضل طبعا الفلفل الاخضر اهو، تشيلي منه البذر كويس، الحاجات دي طبعا ما تظهرش بالشكل ده كده. الطريقه المعتاده في تقطيع الفلفل، بتقطع مكعبات كده كريات صغيره اهو. في بيتزا بقى بتلاقيها مثلا تشيز لافر، يعني تشكيله من الاجبان من غير خضار خالص، هي جبنه بس كده، وحتى ما بيبقاش عليها زيتون، بس هي جبنه وبس. انواع من الجبنه مختلفه، حلو الكلام. في البعض بيحبها فيجيتيريان بالخضار. التقطيعه دي مهمه، وتجيب الفلفل الاخضر الطازه الحلوه ما بيبقاش ناشف، لان الفلفل ده طبعا لازم يكون على وش البيتزا كده شكله اخضر وحلو بالشكل ده كده. برده نحط فلفل اسود اصفر، سوري الاصفر ده حلو برده اهوت اختياري. طماطم، نحط طماطم اختياري برده. كل ده انت من الاولاد بيحبوا ايه، عشان كده البيتزا في المطاعم بحشوات مختلفه. ادي الفلفل الاصفر ده كده طعمه بيبقى مختلف غير الاخضر. عندنا اطفال يحبوا الالوان في شكل البيتزا عشان كده بيحبوها، ويحبوا الجبنه وهي بتمط اهو. ادي الفلفل بتاعنا ده كده زي الفل. طيب عندي كمان فلفل احمر، نحط فلفل احمر بيبقى الشكل حلو. عندنا طبعا زيتون اخضر واسمر زي ما احنا عايزين، بس يفضل طبعا الزيتون الاسمر او الاسود يعني في البيتزا احلى، بيدي لها شخصيه كده اهو. والله مش بتحب الاسود تحط اخضر، ده برضو اختياري. هو اللي اخترع البيتزا ده اخترعها عشان هو بيحبها، واخترعها علشان هو بيميل ليها فابدع فيها. انت برضو نفس القصه، غيري من الاكله بتاعتك حسب حبك ليها ورغبتك فيها واولادك بيحبوها ازاي. ما تمشيش على طريقه الشيف المغازي في حاجه معينه مثلا، ولكن انا بديك الاساسيات، بديك الخبره الطهويه على طبق من ذهب، ازاي تتعجن العجينه، ازاي نمر مراحل التخمير، كل ده مطلوب، ولكن في حاجات انت امشي بدماغك انت فيها. كده الحشوه بتاعتنا زي الفل، معانا سلامه ايد، ومعانا بصلايه مفرومه ناعم، حلو الكلام. ممكن تحط فص توم ني، ايه المشكله؟ هيقول لا اهو والله توم ني بالعكس جودي. معانا الزيتون، معانا الجبنه الموزاريلا بتاعتنا. العجينه حطينا التوبنج بتاعنا وسبناها كده الاطراف زي الفل، حلو قوي. كفته اللحمه بتفك من ست الكل، حاجه من الاثنين، لازم تجيبي حته اللحمه من عند الجزار فيها شويه دسامه وتروحها على البيت تحطها في التلاجة شوية، لازم تبقى اللحمة تمر بمرحلة التبريد شوية. أنا اللي بحطه ده زعتر حلو كده بري، الزعتر طبعا هو روح البيتزا، خلي بالك. حطيته اهو زي الفل. حبة بصل، أنا من الناس اللي بيحبوا البصل على وش البيتزا كده قليل أو شرايح بالشكل ده كده، وفي البعض مش بيحب البصل، اختياري برضه. في قصة فص توم ني على البيتزا برضو اختياري، اللي هو غاوي توم يعني. ده الببروني طبعا، انا يعني حشوة كتير بقى مش هتلاقيها في المطاعم كده، بحط لك 3 4 قطع وخلاص. هنا الزيتون بنحطه كده، ما نحطوش على الببروني من فوق، في المكان اللي ما فيهوش ببروني كده نحط الزيتون بتاعنا. انت لو تخش المطبخ هتعمليها احسن مني، ولادك بيحبوها ازاي فبالتاكيد هتكون احلى. يعني انا بحط الزيتون دلوقتي، شوف مغازي مش عايز الزيتون مع الببروني، ماشي اختياري. انا مش هحط الجبنه دلوقتي،
شفت بقى التركه دي؟ مش هحط الجبنه خالص، هدخل البيتزا دي في الفرن اسيبها شويه لمده تقريبا 5 دقايق وبعدين احط البيتزا بتاعتي اهو زي ما هي كده عينيا. حاضر، هنعمل ايه يا شيف التركايه؟ معانا زيت زيتون. زيت زيتون نيجي في اطراف العجينه كده اهو، شفت التركايه دي كده؟ عشان العجينه تطلع معايا بتلمع اهو زي الفل اهو كده، وندخلها الفرن مع بعض اهو زي الفل. تعالي رشه الزعتر الحلوه، زعتر ناشف يابس كده حلوه اهي، يلا في قلب الفرن، ونيجي على اطراف العجينه نحط رشه الزعتر دي حلوه. تمام زي الفل. درجه حراره الفرن عندي كام؟ 180. هنا بقى برضو واقفه هنا، الموضوع مش موضوع عجينه وان احنا نعمل الحشوه، كمان الفرن. اوعى في حياتك تحط البيتزا في الفرن، في الفرن يكون بارد، كانك بتعملي كيكه بالشكل ده كده. مكان البيتزا فين في الفرن؟ هو ده السؤال. دايما تخلي درجه حراره الفرن 180 والبيتزا او الارتفاع الصينيه بتاعه الفرن بعد الارتفاع تقريبا ب 5 سم بالشكل ده كده، ما تحطهاش في الارضيه مباشره، بالشكل ده كده في الفرن اهو. الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها كده. قفلنا الفرن بتاعنا ومعانا الجبنه الموزاريلا اللي هنحطها بعدين بعد 5 دقايق، وخلصنا من قصه البيتزا وحكايه البيتزا، عرفنا بتتعجن ازاي، نتلاشى مشاكل الخميره، كمان التخمير، كمان عمليه الحشو وصلصه الطماطم. ده اللي احنا نقدر طلعنا بيه من موضوع البيتزا. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي معانا توست طري نعمله بالشوكولاته، فطاير لطيفه سهله من غير ما تعملي مع كوبايه شاي كوبايه قهوه كده، تحط عليها سكر بودر، تحط عليها شربات حسب الرغبه، او تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايز اعمل حلو سهل وبسيط، فرصة ولادنا في أجازة دلوقتي يخشوا المطبخ معانا يتعلموا إزاي نعمل الحلو ده. الشيف المغازي دايماً له تركاية بتعالج بعض المشاكل اللي ممكن تواجهنا لو إحنا بنعمل افتكاسة حلوة أو بنعمل فكرة حلوة، ده الطبيعي. معانا شرايح التوست، شوف المقادير يا أستاذ رحاب بعد إذنك عشان في هنا تفاصيل كتيرة في الموضوع ده. معانا شوكولاتة، أي نوع شوكولاتة، في شوكولاتة جاهزة، في شوكولاتة حبيبات، في قطع الشوكولاتة، جيبي بسكويت من الشوكولاتة، في توست محطوط جاهز انا فرده جاهز علشان اشتغل على طول، في نفس الكميه ونفس العدد معايا في الطبق، خلي بالك نفس العدد ده زيه في الطبق عشان برضو نحطه في الاعتبار. ومعانا التركيه بتاعت المغازي اللي دايما تنجزك وتطلعك من مأزق، معلقه دقيق مدوبها في ميه، فكره عمل السمبوسه وحاطط عليها بيضه تاني وشويه فانيليا، ركزي معايا في الموضوع ده. هنا في تركيه اللي هي عباره عن معلقه دقيق دوبتها في الميه زي كاني بعمل العجينه بتاعت السمبوسه اللي انا بقفلها وحطيت عليها بيضه مع شويه فانيليا وبقلبهم كده، عشان لما تيجي تقفلي التوست ده حطها في الفريزر. جبتيه وكشفتيه كده والمخرج قال لي شيل الكيس بتاع التوست ده، قلت له حاضر يا فندم لازم اسمع الكلام، مضطر لازم احط الكيس ازاي بالاسم بتاعه كلبشات، فانا كل ده ظاهر قدامه، فانا اطلع من المشكله دي ازاي؟ شيف شاطر بقى مفيش حاجه هتقيده، حطيت بيضه مع شويه دقيق وشويه فانيليا وجهزتهم كده بالشكل ده كده اهو، هم دولت اللي هينقذوني، هم دولت اللي هيخلوا الحلو ده اللي انا بعمله ينجح معايا وانا بحمره في الزيت اللي على النار اللي هو بيسخن دلوقتي. حلو قوي زي الفل، دول خليهم كده جنبك وشوف هنتعامل ازاي. حلو قوي. لو انا حطيت الشوكولاته في علبه توست كده من غير الخلطه دي، واضح ان الشوكولاته دي ممكن تسيح تطلع من بين التوست، التوستيه بتاعتي ما تلزقش في الثانيه لما اجي احطها كده بالشكل ده كده عشان اقطعها، في حاجات كتيره تفاصيل مش هتبقى ظابطه معايا، فهنا دي اللي هتنقذني من الموضوع. باخد صفار البيض، سوري البياض، البيض مع الدقيق وبعمل التوستيه كده وانا واقفه، قفلت المسام بتاعتها. الله عليك يا عم الشيف. احط الشوكولاته اللي انا حاببها على الوش كده، واخد التوستايه الثانيه بايديا كده اهو، شفت الجو ده كده اهو، واحطها كده وبايديا كده، واجيب القطعه دي كده اهو، واجي في النص. طبعا انا مسنطر الشوكولاته اهو. يا ندى. ايوه يا شيف. ايوه يا ندى سامعك. ده ما يترميش. قلت لك تاني.
نعمين. انا عايزه طريقه البسيسه. البسيسه؟ حاضر يا ندى يا عسوله. الله، ما تبص على البيتزا كده مخرجنا الجميل، ايه رايك في البيتزا الحلوه دي؟ تستاهل. بص عليها كده، قال ايه ده، ايه الحلاوه؟ هو ده حبيبي يا شفيق حبيبي. اي هطلعها بس احط الجبنه. شفتوا بقى الجو؟ هي دي. طبعا هنا السلامه بتاعتي خدت النار بتاعتها، مش باكلها وهي طريه وريحه السلامي فيها. حط الجبنه بتاعتي كده وزعها بالشكل ده كده، جبنه حسب الرغبه بقى، شيدر موزاريلا اختياري اهو بالشكل ده كده. وابين جمال البيتزا والحشوه بتاعتها اللي هي التوبنج، سواء سلامي سواء فراخ، ما غطاهاش واخليها كلها جبنه اهو بالشكل ده كده. الله، ادي البيتزا بتاعتي الببرون الحلوه، فيها الجبنه فيها السلامي. السلامي دي في السوق طبعا باسعار مختلفه اهو زي الفل. الشيف المغازي بيحب يجود. العود الزعتر ده على الوش اهو، ما خسرتش حاجه. وادخلها كده في الفرن، واقفل الفرن بتاعي زي الفل يا عم الشيف اهو. تمام، تعال نرجع لموضوع التوست تاني اهو. شفت الجوده كده اهو؟ نعمل شويه مع بعض بقى كده، ورانا حاجه؟ وراناش حاجه، بس خلينا واحده واحده كده عشان الموضوع هنا محتاج لايه تركيز شويه. ده ما يترميش، ده يتحط في صينيه وينشف شويه ويتفرم، نستخدمه اللي هو التوست او البقسماط اللي بنعمله بانيه، ده ضد ان انا ارميه. حلو الكلام؟ تاني كمان واحده يا عم الشيف. ادي الخلطه اللي انا عملتها، عباره عن دي وبيضه وشويه فانيليا. طب لو هتعمليه حادي ما تحطيش فانيليا، حط شويه فلفل اسود. ممكن تعملي الببروني بنفس الطريقه على فكره. اي حشوه انت حباها بقى، لحمه مفرومه، حاجه كده فطاير كده على ايه سهله. واجي هنا في ايدي اهو، زي ما انا شغال اهو، بقفل المسام بتاعت التوستايه واحطها هنا كده اهو. الله عليك وعلى والديك. وبايديا لازم اضغط الضغطه دي كده، وانا بضغط بالشكل ده كده، واجيب دي كده يا الله، بس خلاص واشيل دي كده واخليها جنب واحطها هنا. الزيت هنا بيسخن. تاني كمان واحده مع بعض. احنا ورانا حاجه؟ معانا سلطه هنعملها، دي سهله، متقطعه جاهزه، انا بقلب معاها الزبادي وخلاص. احطها كده واحط الشوكولاته. حاجه سهله حلوه على فكره. ممكن الشوكولاته دي تغيريها زي ما انت عايزه، ومدرسه دوشات المدرسه تبقى لطيفه وحلوه. حاجه سهله للام كده اهوت، الله يكون في عون الام. بتصحى بدري مع اولادها، هي اللي بتذاكر وهي اللي بتلبس وهي كل حاجه، وهي اللي بتدفع وهي كل حاجه. الام المصريه دي يعني ربنا يديها الصحه، مدرسه هرم والله العظيم. بوجه لها تحيه كبيره. شايفين الجو ده كده؟ ادي الشوكولاته زي الفل. كمان واحده مع بعض. تاني. الخلطه دي مهمه جدا، حاجه بسيطه اهيت، بس خلي بالك زي ما قالت ست ام كلثوم، مواثيق الخطوات يمشي ملكا في المطبخ. الشوكولاته في قلبيها. خلي بالك في السنتر كده عشان احنا بنحط عليها قطاعه، فما تحطهمش بقى وتلاقيها كلها شوكولاته. ونجيب توستايه تانية. حاجه حلوه بهديها لكل ام عندها اولاد عايزه تعمل حاجه سريعه، ما عندهاش وقت تعمل عجينه، ما عندهاش وقت بقى تقف في المطبخ كتير. بايديا كده. في النص. بلاش الكوبايه، خليها بالايه بالقطاعه دي كده عشان تبقى سهله. نفس القصه، وسيبيها شويه كده مع بعض لغايه لما المخرج يقول لي كفايه. كمان دول كام؟ اربعه، نعمل خمسه عشان معانا سلطه عايزين نعملها. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ الله، حلوه دول كفايه قوي. سته اهوت، واحط الشوكولاته دي كده. بيسالوني ممكن نعملها باللحمه المفرومه؟ جيبي لحمه مفرومه بتاعت السمبوسه واعمليها بنفس الطريقه. تبقى حلوه قوي على فكره. دجاج مفروم ماشي، جمبري ماشي، شوكولاته انت حباها ماشي، فراوله ماشي، زي ما انت عايز. بايدي لازم الحركه اللي بايدي دي كده لازم، وانا بعملها كده. كده هو ده. دول كفايه. عندنا الزيت ده ما يترميش تاني، وما زلت بقول ده ما يترميش، انا ضد التبذير. ده يتنشف ويتعمل بقسماط، تعملي سكالوب بانيه، تعملي فرايد تشيكن، زي ما انت حابه. نشيله من هنا كده وتعالوا نحمر مع بعض. طب نشوف البيتزا الاول، ايه رايكم؟
عشان البيتزا بتناديني. بتناديني تاني ليه؟ اه الله حلو. ببروني، شفت اطراف العجينه؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ تسلم ايدك. الله هو ده. دي البيتزا بتاعتي زي الفل. ونحمر مع بعض كده. اخبار الزيت ايه؟ سخن مني يا الله يا خراشي. هعمل ايه يا ولاد؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اطلع من المازق ده ازاي وانا واقف اهو سكينه؟ اه وانا واقف كده زي الباشا. اه الزيت سخن غصب عني. برتقانيه لقيتها في طريقي، واخدتها زي ما هي كده في قلب الزيت. خلصت. اه اه مفيش هنا بقى درجة حرارة عالية ولا أي حاجة، مش هعيط على الزيت خالص. اه الزيت دي مش عايزة زيت شديد، خلي بالك. اه وعلى فكرة الزيت طعمه اتغير، بدأت أشم ريحة حلوة قوي. ربع البرتقانية اللي حطيتها الزيت تتطاير أو تناثر في داخل الزيت اللي هو الزيت بتاع البرتقان، أنا أقصد زيت البرتقانية. اه اه ادى طعم حلو قوي للزيت بتاعي. أحمر كده بقى. اه ايه الشقاوة دي يا شيف؟ ايه الشقاوة دي النهاردة يا شيف؟ ايه الشقاوة دي يا شيف؟ ايه الشقاوة دي يا شيف؟ اه ايه الشقاوة دي يا شيف؟ اه الله عليك وعلى والديك. اه سريعا كده نجهز طبق التقديم بسرعة. اللهم صل على النبي. اه حاجة سهلة، دخلت المطبخ عملتها في منت. عندك سكر بودر حطها على الوش. الشوكولاته طلعت منها؟ احنا بنهزر. ايش يا في؟ بقول الشوكولاته مش شايفها طلعت يعني. اه مش بنهزر احنا. اه زي الفل. دول خمسه حلوين قوي. البرتقانيه دي نشيلها؟ مش عايزها. واشيل الزيت بتاعي من على النار عشان ممكن احمر فيه حاجات تانيه، حلويات برضو، بلح الشام، بقلاوه، زلابيه، زي ما احنا حابين. شفتوا الفكره بتاعت عمل الحلو ده كده؟ تقدر تعملي لاولادك النهارده بجد عشان يعني عينيا. اه نحط سكر بودر، نحط قرفه، اختياري. الشوكولاته تحب كاكاو نحط على الوش، ده اختياري. اه السكر بودر معانا اهو زي الفل. ده لو لفيتي محلات مصر كلها مش هتلاقيه، هنا بس على شاشه القناه الاولى. اه وهو سخن السكر البودر بيشربه، يبرد السكر البودر هيبان قدام عينك، خلي بالك. طالما سخن كده السكر بودر بيختفي بسرعه. اه دي فكره عمل الحلو بالطريقه دي كده، نخليها على جنب. تعالوا مع بعض نعمل السلطه بتاعتنا بسرعه، اللي هي سلطه الكولسلو بالزبيب والمايونيز. مقاديرها على الشاشه بسرعه، دي مش تاخد مننا وقت. جزر مبشور، عينيا، جزر مبشور، ومعانا كمان كرنب مفروم بالسكينه. وانا هقول لحضراتكم ازاي نفرم الكرنب يبقى بالشكل ده كده، معانا وقت ان شاء الله. ومعانا زبيب، ومعانا زبادي ومايونيز الاثنين مع بعض، او زبادي بس حسب ما انتم حابين. تعالوا نعمل السلطه دي بسرعه. اه بوله حلوه زي دي كده، لازم بوله كبيره. اللهم صل على النبي. ومعانا الكرنب، تمام اهو، ده كرنب وجزر مبشور. اعتقد النهارده طلعنا بكذا معلومه حلوين. من البدايه ازاي اختبر الخميره بتاعه البيتزا، شفنا مع بعض ازاي. ازاي اختبر العجينه خدت السوائل بتاعتها، شفنا مع بعض ازاي. ازاي اختبر عمليه التخمير في قلب الصينيه وانا بحط اصابع ايدي في العجينه علشان احط التوبنج بتاعها ازاي. الحلو اللي عملناه، التركايه اللي احنا عملناها، البيضه مع شويه الدقيق مع شويه الميه، هما اللي هيخلوا الحلو بتاعي ينجح بسرعه ويطلع لطيف وجميل. نحط المايونيز على السلطه بتاعتي بالشكل ده كده. انا من الناس اللي بيحبوا في السلطه توم مفروم ناعم في السلطه دي بالذات، خلي بالك. ولكن يفضل طبعا ان احنا ناكلها على طول. ليه توم يا شيف؟ احنا كده بندي قيمه غذائيه من السلطه. اه بعض المطاعم مش بتحط توم لان بيبقى عمرها قصير، خلي بالك. سنه شبت صغيره عشان مشاكل الكرنب والانتفاخات بتاعته، الشبت بيضيع الانتفاخ بتاع الكرنب. اه
سنه شبت صغيره حلو قوي، شويه زبادي من اللي موجود عندي، سوري شويه زبيب، واقلب كل ده مع بعض، زيت زيتون. السلطه دي اعملها بنفس الطريقه وهتدعي لي بجد. اقول لك على حاجه حلوه بقى كمان، اضيف انا معلومه حلوه، صلى على الحبيب قلبك يطيب. الكركم مفيد جدا، قيمته الغذائيه عاليه جدا، الاطفال الكبار الصغيرين ايا كان افراد الاسره، لانه بينقي الكبد وبيغسل الكبد. بنحط معلقه كركم صغيره مع السلطه دي بس خلاص، ونقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف. خلص السلطه بتاعتي بجد حلو، بس دي تاكلها على طول او حطها في التلاجة، يعني ما تسيبهاش بره التلاجة، لان حاطط فيها توم وزبادي ومايونيز الاثنين مع بعض. سلطه قيمتها الغذائيه، الكرنب مفيد يا اخواننا، مفيد جدا، والجزر مفيد، فيتامين سي. في طبق حلو نغرفه، شفت السلطه خدت قوام ازاي وخدت شخصيه ازاي. مش هتلاقيها في المطاعم ابدا، مستحيل هيحط لك الماتيريال ده خالص، لا يحط زبيب ولا يحط طبعا المايونيز بالشكل ده، شويه حليب وخلص الكلام. نجيب طبق حلو كده، نغرف السلطه الحلوه دي كده مع بعض، اللهم صل على النبي، زي ده كده. سنه الشبت مفيده جدا، الناس اللي عندها مشاكل مع الكولون الشبت بيحل المشكله مع الكرنب، عشان كده تلاقي صديق المحشي الثلاثي المرح، بقدونس كزبره شبت، ومن غير الشبت في محشي الكرنب بتاعنا ما يبقاش كرنب، ما يبقاش محشي مصري، عنوانه الشبت. شفت السلطه دي جميله، الجزر فيها مع الكرنب لطيف، بس مش عاجبني الشكل برضه، الشكل كده يعني مالوش شخصيه بصراحه. شفتوا عارفين الشيف صريح. نخليله شخصيه ازاي؟ هي التركايه. السلطه دي فيها توم، شفت بقى الموضوع هنا ازاي هيفرق؟ ده بقت صوره اهي، زي المنديل بتاع البدله كده، حلو الكلام. شويه جرجير حلوين، بتشيل العروق مش عايزها. لا الموضوع بيفرق يا شيف بصراحه، لا اختلف الموضوع. حلو، حلقه النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه. حاضر عيني، معانا وقت نغرف البيتزا؟ قولوا لي اهي عيني. حاضر عيني، حاضر. تبنى حلال والله. جاهز، العب. اللهم صل على النبي. يلا نشيل دي، ملهاش لازمه خالص. هو ده نقطعها، معانا وقت نقطع، نورانا حاجه. الببروني بطريقه سهله وبسيطه لكل ام تعملها لاولادها، يفضل انك تعملي البيتزا في البيت، تعملي الفرايد تشيكن في البيت، تعملي الاكلات اللي ممكن تاخد منك وقت ما تاخدش وقت ولكن فيها تكنيك عالي تعملها في البيت. سلطه جميله حلوه بناكلها في بعض المحلات اللي فيها بيتزا، فانا حبيت اعملها النهارده بطريقتي الخاصه. عملنا حلو بجد، انا هخلص الهوا دلوقتي واكل اتنين تلاته مع كوبايه القهوه بتاعتي، لطيف وجميل، فيها شوكولاته من جوه، فيها سكريات ورقائق التوست او شرايح التوست بالشوكولاته، ولكن التكنيك بيضه مع شويه دقيق شويه فانيليا، قفلت العجينه بتاعتي خليتها طلعت بالشكل اللطيف الحلو ده كده. ممكن تحشيها فراوله، تحشيها فواكه، زي ما انت حابه. رؤية فن، ابداع، تفاصيل كتير جوه الحلقه بنعرفها مع الشيف المغازه وجوه الاكله. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو.